أحسن الله إليكم المستمع من اليمن محافظة تعز ميم سين ميم سين أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال: ما رأي فضيلة الشيخ في الأناشيد الإسلامية بالنسبة للشباب؟ الأناشيد من الأغاني، نوع من الأغاني، لا سيما إذا كانت بأصوات جماعية وبأصوات منغمة فإنها من الأغاني، وإذا صاحبها شيء من آلة له فإنها تكون أيضا أشد تحريما. وليس هناك أناشيد إسلامية، لما هذا اسم محدث، فلو قيل الأناشيد فقط صار هذا هو الحقيقة، وأما تلبيسها اسم إسلامية فليس في الإسلام أناشيد، وإنما هذا من اصطلاح الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالأناشيد، وليس هو من اصطلاح أهل السنة. فالواجب ترك هذه الأناشيد لأنها شغلت الناس الآن، شغلت الشباب، امتلأت بها بعض البيوت، شغلتهم عن ذكر الله عز وجل. نعم.